دكتور، خلينا نلعب شي لعبة غير طاولة الزهر. هات لنشوف شو بتحب نلعب. أنا بقول شعر أو مثل، وأنت بتقول شعر أو مثل بنفس الموضوع، أو بتاخد آخر حرف وبتعمل منه جملة. ماشي، يلا بلش أنت دكتور. لا بلش انت. طيب، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. لك هاي من عنا سيد اسلام. شو هالحكي؟ هذا حديث شريف دكتور، أعطيني شي من عندك مشابه. قال لهم المسيح: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. شايف كيف؟ حديثك نسخة طبق الأصل. ايه بتشبه كتير تبعنا، بس مو هي دكتور، مو هي. طيب خود التانية: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهاي كمان من عنا. ايه علينا، رح تعمل لي كل شي من عندك دكتور؟ ايه والله ما بيصير هيك، كأنك عم بتقول الرسول كان حرامي آيات. حرامي مو حرامي ما بعرف، بعرف هيك قال المسيح بالإنجيل: مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. ايه بتشبه كتير تبعنا دكتور، بس مو هي. خود اللي بعدها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعتم عليه. وما تقول لي هاي من كلام المسيح عليه السلام دكتور، رح أزعل منك هالمرة. ها لا، هاي مو من كلام المسيح، هاي من كلام الرسول بولس: ما لم ترى عين ولم تسمع إذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. والغريب إنكم تقتبسوا كلام شخص بتقولوا عنه ضال. العمى على هالشغلة. طيب خود اللي بعدها: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إيهات مثل هاي إذا فيك لنشوف. إيه هاي صعبة يا سيد إسلام، ما عنا منها. شفت كيف خسرت؟ ممكن آخذ آخر حرف؟ فخلوا سبيلهم ميم. ميم ميم ميم. إيه، من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. شو هاي، آية من الإنجيل؟ هاد مثل بيعبر عن كلمات المسيح للمتدينين: تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من الداخل مملوءة عظام أموات. يعني من برا رخام ومن جوا سخام. دكتور إيه والله حاسس إنك عم تسمعني كلام. يا سيد إسلام، فيك تقلي إذا نبع واحد بيقدر يطلع مية حلوة ومية مرة؟ شو هالألغاز، لوين بدك تصل؟ ساعة بيتحدث الرسول عن أبواب السماء وقداسة الله ورحمته، وساعة تانية يأمر بقتل الكفار والمشركين. كلام عذب وكلام مر بنفس الوقت، كيف هيك؟ لازم تفهم الكلام في السياق دكتور، وما تفسر على كيفك. سيد إسلام، الكلام ممكن يتفسر غلط بس الأعمال لا. ليش، شو فيها أعمال الرسول؟ بتناقض كتير كلامه، وبحسب كلامك الزلمة عمل غزوات كتيرة وقتل ناس وسبى نساء وإلى آخره. كله في سبيل الله دكتور، ما في غلط بالموضوع. القصد من الغزو هو إدخال الناس في دين الله،